فارسة وعد عبد المنعم. عندنا بطولة في الأردن ومكونة من 14 دولة. كان عندنا طبعا استعدادات كثيرة جدا، لنا تقريبا زي شهرين كنا بنتمرن برعاية الكوتش طبعا حاتم ودكشة. الاتحاد برضو ما قصر معانا، وإن شاء الله نجيب الميدالية الذهبية ونجيكم راجعين. يعني أنا فارسة لينا الحارس، مشاركة في البطولة الدولية النسائية في الأردن إن شاء الله. وبشكر الاتحاد لأنه بدل لنا تجهيزات لنا شهرين تقريبا، وفترة أخيرة بتمرن صباح مساء، وإن شاء الله ربنا يوفقنا ونجيب ميداليات. الفارس ريال رجب، مشاركين في البطولة الدولية في الأردن في البتراء، مشاركين فيها 14 دولة. في نادي الفروسيين تم قيام بطولة لثمانية فارسات، أنا كنت من ضمن الثلاثة اللي اختاروهم، وبنتمنى يعني ربنا يوفقنا إن شاء الله في البطولة دي ونرفع اسم السودان يعني عالي إن شاء الله. نحن في خواتيم هذه الأمسية، وهو آخر تمرين لإعداد المنتخب السوداني المتوجه للأردن بمشاركة نسوية البطولة النسائية الثانية للاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد. 14 دولة مشاركة، نطمح في أن نقدم رسالة من جميع الرياضيين في السودان، نطمح في أن نظهر ظهور يشرف هذا السودان العظيم، نطمح في أن نحقق إنجاز يضاف لمسيرة الاتحاد الرياضي السوداني والرياضة بالسودان. المنتخب تم تصفية عدد 10 فارسات، تأهل منهم 3 فارسات هم الذين سيمثلون السودان بمشيئة الله في الأردن. نشكر قناة سودانية 24 على التغطية الإعلامية المتميزة، وشكرا أيضا وزارة الشباب والرياضة الاتحادية للوقوف خلف المنتخب السوداني، ونطمح بأن نأتي بالذهب لهذا المكان، ونحن موعودون برياضيين متميزين في الاتحاد الرياضي السوداني ونادي الفروسية ولاية الخرطوم، ونتمنى أن نحتفي سوية بعد عودة المنتخب ظافرا بمشيئة الله، وشكرا. البطولة طبعا من أكبر البطولات في الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، اللي هي البطولة النسائية الكبرى وفيها الجائزة الكبرى ذاتها اللي هتكون في سلطنة في الأردن في عمان. الحمد لله بدينا التجهيزات من شهرين بدعم كريم من السيد الحبيب، وبدأ التجهيزات قبل شهرين والأمور مشت كويسة، وكانت التصفيات بدأت من 12 فارسة، وبعد ذاك صفوا لثمانية حتى يبقوا على ثلاثة اللي هما لينا الحارس وعدي عبد المنعم وريان رجب. والتعداد مشت لقريب شهرين، ونشكر هذا المنتخب انه ما قصروا معانا ومشوا معانا، ووزارة الشباب والرياضة الاتحادية نشكرهم كلهم، ما قصروا معانا ووقفوا معانا وقفة كويسة جدا جدا. بعد ذاك التمارين بدأت لازي شهرين، والامور الحمد لله ماشي كويس، ونتمنى ان شاء الله من الفارسات، انتوا شفت التمارين بتاعتهم صباح ومساء ماشوا يعني فيها اكثر مما يكون، وان شاء الله ان شاء الله ما نكون غير نجيب الذهبيه للسودان ان شاء الله باذن تعالى. اولا نحن نرحب بكم في ارض الفروسيه والفرسان، وأنتم تشرفونا في استعدادات وتجهيز فريقنا للسيدات الذي إن شاء الله سيمثل السودان في المملكة الأردنية الهاشمية للبطولة النسوية للفارسات. إن شاء الله ستكون هنالك في منطقة البتراء، وهذا الفريق مكون من 5 أشخاص، 3 لعيبة، 1 مدرب، 1 رئيس بعثة. ونشكر السيدة هزار عبد الرسول وزير الشباب والرياضة على اهتمام الكبير بهذا الفريق، وإرسال أيضا مشرف من الوزارة، نحن طلبنا ذلك عشان يكون أيضا على اطلاع بما يدور من فعاليات هنالك. نحن نشكر الجميع على الاجتهاد الكبير، إدارة نادي الفروسية
وكل القائمين على أمر الفروسية والفرسان. ونشكر أيضا S24 على هذا الحضور الأنيق، وإن شاء الله السائقة واصلة وبإذن الله عليهم انكفت وعندنا خرفت بإذن الله سبحانه وتعالى.